اليوم بصدد تكريمنا من المبادرة الخضراء اللي أطلقتها الدولة للمشروعات الذكية الخضراء، اللي هي مشروعات على مستوى الجمهورية، إن كل محافظة بيتم اختيار ست مشروعات وتصعد على مستوى الجمهورية. المشروعات دي إن شاء الله بالفوز بتاعها هتعرض في كوب 27 اللي هو مصر بتستضيفه، اللي هو قمة المناخ اللي هيبقى في شهر نوفمبر الشهر القادم بإذن الله. المشروع بتاعنا عبارة عن محطة طاقة شمسية تابع ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمشروع مقام على مساحة 25 فدان في المنطقة اسمها المطهرة بالمنيا، والمشروع القدرة بتاعة المحطة هتبقى حوالي 7 ميجا وات. فايدتها ان هي هتغذي خطوط الانتاج المصنع، وخصوصا المصنع بتاعنا صناعة كربونات كالسيوم، ودي من الصناعات المهمة جدا اللي بيخش بيترتب عليها حوالي 60 صناعة تانية. المشروع مقدمينه في محافظة المنيا، والمشروع خاص بتدوير أتربة البايباس الناتجة من صناعة الأسمنت، والمشروع بيعد من مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اللي بيتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك رؤية مجموعة مصر للأسمنت للتنمية المستدامة، وبيحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الهدف 1 و3 و5 و9 و11. المشروع بيهدف إلى أن أنا أسترجع جزء من أتربة البيباص أستخدمه كمادة خام للصناعة، والأملاح اللي طالعة منه والأملاح اللي هتطلع منه أستخدمها كأسمدة في الزراعة، خصوصا سمات سلفات البوتاسيوم. ضمن المشروعات اللي احنا قدمناها في المسابقة كهو مشروع لإعادة استخدام المخلفات الزراعية كسمات بلدي عالية جودة، والفكرة أصلا فيها جزئيتين جداد، لأن المشروعات دي مكررة من زمان، لكن الجزء اللي احنا فكرنا فيه ان احنا نتطور في الفكرة هو جزء ان احنا بتعاون مع مشروع خاص بالمعونة الأمريكية، احنا قدرنا ناخد كمية معدات وأدوات بتكنولوجيا عالية تساعد على ان احنا نعمل سماد عالي الجودة في فترات زمنية بسيطة.